تيجي معاكم للصحافه اللي فيها اخبار كثيره جدا يعني بتمس الشعب المصري او المواطن المصري. وهنروح طبعا لاهم ما تقول الصحف وعنوان رئيسي في صحافه النهارده. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اجتماع لمتابعه مستجدات مدينه دمياط وتطوير صناعه الاثاث في مصر. في تفاصيل خبر ان الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه وعدد من الوزراء ايضا المسؤولين للحديث حول اخر مستجدات مدينة دمياط للأثاث وتطوير صناعة الأثاث في مصر. الرئيس وجه بتوفير مستلزمات الإنتاج سواء كان مواد أولية أو أخشاب أو آلات أو معدات حديثة لمدينة دمياط لكي تصبح مركزا متكاملا ومتخصصا في صناعة الأثاث الحديثة. أكد كمان سيادة الرئيس ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا حفاظا على الجميع. وأوضح المتحدث الرسمي باسم السيد الرئيس أنه تم يعني تفقد خلال جولته حي البنوك ومركز مصر الثقافي الإسلامي إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية والحي الحكومي. نروح معكم لجريدة الشروق وفيها هذا الخبر عنوانه مجلس النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور. في تفاصيل الخبر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة وافق على قرار رئيس الجمهورية أمس بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وده جاء في مستهل الجلسة العامة الثانية من خلال هذا البيان الذي تلاه رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب. أيضا فيما له صلة بالانتخابات، نتيجة انتخابات النواب 220 مرشح فردي يخوضوا جولة الإعادة و32 يحسمون الفوز. نسبة الحضور 28.6% يخوض 220 مرشح فردي جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2020، واللي من المقرر أن تجرى بداية 21 نوفمبر الجاري، فيما حسم 32 مرشح الفوز في الجولة الأولى في 18 دائرة في 4 محافظات. وكمان انتخابات للمصريين في الخارج، الخارجية تدعو المصريين في الخارج لطبع وملء بطاقات الاقتراع يوم الاثنين والثلاثة. جاء خبر في اليوم السابع اللي بيقول استمرار التنسيق ما بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات وبناء على قرار الهيئة رقم 53 لعام 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمن لانتخابات مجلس النواب. وزارة الخارجية بتدعو المصريين في الخارج اللي سبق ليوم التسجيل للدخول على الموقع الرسمي للهيئة، والنهارده طبعا 2 نوفمبر والثلاثاء 3 نوفمبر لطبع عمل بطاقاتي الاقتراع والتاكد ايضا من ارفاق كافه الوثائق حتى يتم تسجيل عمليه التصويت بسهوله. ننتقل لبوابة الأهرام. دكتور هالة زايد تستقبل دكتور مجدي يعقوب لبحث استحداث قسم الأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات الصحة. استقبل الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم الأحد جراح القلب المصري العالمي دكتور مجدي يعقوب بديوان عام الوزارة لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسة مجدي يعقوب لإنشاء قسم للأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان. وأوضح دكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي بالوزارة أن الوزيرة كانت أصدرت قرار باستحداث قسم أبحاث إكلينيكية بكل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ويتم إدراج تلك الأقسام ضمن الهيكل التنظيمي لكل مستشفى. نتكلم طبعا اجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا اتخذتها دول العالم ومنها المملكه العربيه السعوديه والخاصه بالحج والعمره. هذا الخبر في الشروق. وكيل وزاره الحج والعمره في السعوديه: ننتظر المصريين بكل شوق في بلادهم الثاني. التفاصيل: قال وكيل وزاره الحج والعمره ان المملكه لا تفرض قيودا على المعتمرين المصريين، وقال ننتظرهم بكل شوق في بلادهم الثاني والباب مفتوح امام كل المسلمين، واضاف ان هناك فرحه في العالم سواء كان الاسلامي او العربي بعد ان انطلق المرحله الثالثه من العوده التدريجيه لاداء العمره، واشار الى انه تم استقبال اولى الرحلات وسط تطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا. من الشروق بنذهب مع حضراتكم لليوم السابع. الماليه بتعلن تفاصيل حزمه مزايا جديده ل 2.1 من 10 مليون معلم. بدا العد التنازلي للانتهاء من تنفيذ تكليف سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي باقرار حزمه مزايا ماليه جديده للمعلمين ومعاونيهم التي يستفيد منها 2.1 من 10 مليون بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والازهري، واللي كان وافق عليها مجلس الوزراء واقرها مجلس النواب لتحسين الأوضاع
الأوضاع المالية بتكلفة 6.6 من 10 مليار جنيه، ده بخلاف الأعباء التأمينية. دكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن مشروع القانون هيتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي والأزهري، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر. وضح أنه هيتم البدء في صرف حزمة مزايا جديدة اعتبارا من يناير المقبل. متوسط الزيادة هتتروح من 390 جنيه للمعلم المساعد إلى 630 لكبير المعلمين، هذا بخلاف حافز الإدارة المدرسية. إلى بوابة أخبار اليوم وهذا الخبر، محافظ القليوبية تفقد تطوير مستشفى بنها التعليمي بتكلفة 270 مليون جنيه. في التفاصيل أن محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان تفقد أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي الجاري تطويره، وأكد أنه سوف يتم إطلاق التيار الكهربائي في المبنى الجديد في يومين، وسيتم البدء في الفرش الطبي للتشغيل في الفترة المقبلة. وأكد أن هذا صرح عملاق ويشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها القليوبية زي عمليات القسطرة والقلب المفتوح، المخ والأعصاب، القلب، الأوعية الدموية، المناظير، عمليات الكبد، الرمد، التجميل، جراحات العظام، أقسام الرعاية المركزة التخصصية. وإلى الوطن، رانيا المشاط، مصر توقع اتفاقية جديدة لمبادلة الديون مع إيطاليا. توقع رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صباح اليوم الاثنين اتفاقية جديدة مع الجانب الإيطالي في إطار برنامج مبادلة الديون بمقر الوزراء. أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي واللي بتمتد العقود حيث تبلغ المحفظة نحو 1.35 مليار يورو من المنح، تضم أكثر من 37 مشروع في عدة مجالات من بينها النقل والطاقة والصحة والتعليم والبيئة. كان في ناس بتتكلم على المصل بتاع الانفلونزا وهل له علاقة بالكوليرا، عشان كده مدير عام التطعيمات بهيئة المصل واللقاح بيتكلم عن هذا الموضوع، وده جاء في جريدة الشروق بيتكلم على ان اللقاح الانفلونزا ليس له دور في الوقايه من كورونا، عشان الناس تتاكد بس، لان الدكتور مصطفى محمدي مدير عام التطعيمات بهيئه المصل والانتاج واللقاح قال ان لقاح الانفلونزا الموسميه ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا. وضح ان الاول يعمل بشكل متخصص، واضاف ان اهميه تلقي لقاح الانفلونزا تكمن في مواكبه انتشار فيروس كورونا، يعني هو بيجي في نفس الوقت اللي فيه انتشار فيروس كورونا. واشار الى ان المرضى بهذا الفيروس يستهدف الجهاز التنفسي بشكل أساسي. نوه إلى أن أعراض المرضين تتشابه ويصعب التفرقة بينهما عند تشخيص الإصابة، وقال إن التمتع بالحصول على لقاح أو وسيلة وقائية شيء جيد يخفف الضغط عن الشخص. وأوضح أن لقاحي الإنفلونزا المتوفرين في مصر من النوع الرباعي للسلالات، وقال إن أحدهما يتم منحه الأطفال من سن 3 سنوات وآخر من 6 أشهر فيما فوق بدون وجود حد أقصى للسن. إلى بوابة أخبار اليوم ورد من وزير التربية والتعليم على بعض الشائعات. وزير التعليم يكشف حقيقة الفصل النهائي للطلاب الغائبين بدون أعذار. نفى دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تطبيق الوزارة عقوبة قانونية للفصل النهائي على الطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب القانونية دون وجود عذر قهري، وأكد أنه ما يثار حول هذا مجرد شائعات لأساس لها من الصحة. كما أضاف وزير التعليم في تصريحه أنه لا أعلم شيئا عن مثل هذه التصريحات وكيف يأتون بها. طبعا الدراسة يعني بتهم ناس كتير جدا، وخاصة مع وجود فيروس كورونا وقلق البعض واحتمالات غياب بعض الطلبة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. ودي طبعا نصيحة بتقدمها وزارة التربية والتعليم. انتشرت بعض الشائعات بخصوص الغياب، لكنه يعني وزارة التربية والتعليم بترد على ده بشكل سريع. اليوم السابع بتكلم عن خبر جميل برضو، مدينة أمريكية تستغل قمرا صناعيا لقياس الطاقة المهدرة. في التفاصيل، خبر تهدر المدن كميات هائلة من الكهرباء والمال على تشغيل أضواء الساطعة طوال الليل. وذكر شبكة بي بي سي أن فريق علماء من أريزونا وألمانيا وأيرلندا أجرى تجربة لمدة 10 أيام في مدينة توسان بولاية أريزونا، اكتشف أن هناك هدر في الطاقة ضار بالبيئة والأنظمة البيئية. تتبع أسبابه بواسطة صور التقطت المدينة بقمر اصطناعي. تبين أن في دورية تسمى أبحاث الإضاءة وتقنياتها أن المشكلة ليست في أضواء الشوارع، وإنما في الأضواء الزائدة نتيجة لإدارتها الخاصة باللوحات الإعلانية والملاعب ومواقف السيارات، لأن في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها يتم إهدار طاقة هائلة تقدر ب3 مليارات دولار في السنة.
رقم كبير جدا طبعا. يعني وده اهدار طبعا للطاقة اللي الكل بيبحث عنها الآن. دي كانت مجموعة أخبارنا اليوم في الصحف والبوابات الإلكترونية المختلفة.